حيث تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين في اليوم أو في الجمعة 31 للحراك الشعبي في تحد لقرار أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري الذي أصدر قرارا بمنع الحافلات والعربات من نقل المتظاهرين إلى العاصمة للمشاركة في هذه المسيرات. على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، خرج الجزائريون بالآلاف في العاصمة وفي العديد من المحافظات ورفعوا شعارات ضد النظام وضد رئيس أركان الجيش قايد صالح، كما تعهدوا برفض أي مسار يفرض عليهم لانتخابات رئاسية. أما حول انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 12 من ديسمبر المقبل، فما تزال محل خلاف وتباين بين القوى السياسية، حيث يتجه البعض للقبول بها والمشاركة فيها، فيما يقاطعها البعض الآخر. الأمين العام لحزب طلائع الحرية علي بن فليس أعلن نيته أن يقدم نفسه كمرشح لتلك الرئاسيات. نبدأ النقاش بعد تقرير منصور الخطابي. سباق الرئاسة دشن رسميا في الجزائر. اللجنة العليا للانتخابات شرعت الخميس في توزيع استمارات جمع التزكيات للراغبين في الترشح للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 من ديسمبر القادم، خطوة جاءت بعد جدل في الشارع حول إجراء الانتخابات والخشية من عدم نزاهتها. علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق الذي يقود حاليا حزب طلائع الحريات كان من بين أبرز الوجوه التي سحبت استمارات التزكيات، ومن المتوقع أن يصدر الحزب موقفه الرسمي من السباق الخميس المقبل. الأحزاب الأخرى تباينت في مواقفها. حركة مجتمع السلم وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد شرع الخميس والآخر في سلسلة مشاورات قبل تحديد الموقف النهائي والمتوقع قبل نهاية الشهر. أما حركة البناء الوطني وهي حركة إسلامية أيضا فقد أعلنت رسميا المشاركة، ويرجح أن تدخل السباق برئيسها الوزير الأسبق عبد القادر بن جرينا. كل أحزاب الموالاة التي كانت تدعم بوتفليقة رحبت بتنظيم الانتخابات رغم رفضها من قبل الشارع وانشغالها بأزمات داخلية وغياب أغلب قاداتها خلف القضبان في قضايا فساد. الموقف المتردد أو الرافض بقي في قوى البديل الديمقراطي، وهو تكتل يمثل علمانيين ويساريين. التكتل انتقد في مواقفه السابقة إجراء الانتخابات وطالب الدخول في مرحلة انتقالية وإلغاء العمل بالدستور، لكن لم يصدر عنه موقف رسمي بشأن الانتخابات مؤخرا. قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح يصر في جميع خطاباته على إجراء الانتخابات ويحذر من التشويش عليها. ورغم الجدل حول الظروف التي رافقت الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن القول أن هذه هي المرحلة الأولى في تاريخ الجزائر منذ استقلالها يتم فيها إجراء انتخابات بعد إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتنظيمها ومراقبتها والإشراف عليها بدلا من وزارة الداخلية. لمتابعة هذا الحراك معي عبر الهاتف من الجزائر الصحفي الجزائري مروان الوناس. أرحب بك مروان، كيف بدت مظاهرات اليوم وهل كان للتشديد الأمني أثر واضح على عدد المشاركين فيها؟ مساء الخير. أولا يعني هذه هي الجمعة 31 من الحركة الشعبية السلمي في الجزائر، جمعة كانت عظيمة كما وصفها الكثير من المشاركين. شخصيا لاحظت أن هذه هي الجمعة مقارنة بالجمعة الأخيرة تبدو الأكثر حشدا من حيث الإقبال الجماهيري، هي تذكرنا بالجمعة الأولى من الحركة الشعبي رغم التشديدات الأمنية التي تعانيها العاصمة منذ أشهر، حالة الغلق والحصار والمنع ونشر المزيد من قوات الأمن. هذه المرة منعت السلطة دخول المتظاهرين من خارج العاصمة، وكأن هذه العاصمة خالية على عروشها، لا يوجد فيها جزائريون. من الذين خرجوا اليوم يعني هم مئات الآلاف، يعني الشوارع ممتلئة. مروان، هل هناك تأكيدات بما ذكرت بأنه الحافلات فعلا منعت من الدخول إلى العاصمة، الحافلات التي تنقل المتظاهرين فيما يمثل تنفيذ لتهديد قايد صالح؟
ما دام أن التعليمات أعطيت بشكل رسمي وبدأت تنفيذها صباح الخميس، يعني أي حافلة تدخل العاصمة الجزائرية من خارج العاصمة ولا تحمل ترقيم العاصمة الجزائرية سيتم حجزها وتغريم أصحابها، وبالتالي لا أحد يجرؤ على فعل ذلك، رغم أنني لم أشهد خلال الأسابيع الماضية دخول حافلات من خارج العاصمة تحمل المتظاهرين الذين يتظاهرون في العاصمة الجزائرية التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة، هم من أبناء العاصمة الجزائرية، أغلب أبناء الولايات الأخرى والمحافظات يتظاهرون في عواصم محافظاتهم ولا يأتون إلى العاصمة إلا القلة القليلة. يعني ما حصل من محاولة حصار العاصمة لم يكن قرارا موفقا، ورد عليه العاصميون اليوم بشكل بمشاركة كثيفة. كيف رد عليه سكان العاصمة من خلال شعاراتهم؟ ما هي أبرز الشعارات التي رفعت في مظاهرات اليوم؟ القرار وكأن له كان له رد فعل عكسي، يعني أن تمنع أن تقول بأن الذين يأتون إلى العاصمة ليسوا من سكان العاصمة وإنما يأتون من محافظات أخرى، هذا يكون قد أثار حفيظة العاصميين سكان العاصمة الجزائرية، يعني وكأنهم يقولون ولسنا نحن من الجزائريين ولسنا معنيين بما يحدث، وبالتالي نزلت اليوم المزيد من أعداد المشاركين في هذه المظاهرات وردوا بمشاركة قوية، يعني أنا لاحظت اليوم وجود جماهيري كبير وكثيف جدا، حتى الشعارات كانت قوية ترد بشكل مباشر على السلطة، ترفض إغلاق والحصار على العاصمة، ترفض الانتخابات في ظل هذه الظروف، ترفض الاعتقالات المستمرة في حق النشطاء والمتظاهرين. يعني العاصميون وسكان العاصمة الجزائرية كسروا هذه القاعدة وأكدوا بأنهم هم من يملؤون الشوارع والساحات في كل جمعة وليس من يأتون من خارجها، وإن كان الذين يأتونهم قلة قليلة جدا. هل صدرت مروان مواقف جديدة للأحزاب الجزائرية من الاستحقاق الانتخابي والموعد الذي حدده قايد صالح أواخر هذا العام؟ هناك شرخ حقيقي الآن بين الحراك الشعبي وبين القوى السياسية، خاصة أحزاب المعارضة. سمعت اليوم هتافات وشعارات تندد بإقبال بعض المرشحين على سحب استمارات الترشح، من بينهم علي بن فليس. يعني هناك اليوم عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني المنتمية لتيار الإسلامي يبدو أنه سحب اليوم أيضا استمارات الترشح ويستعد للإعلان عن ترشحه بشكل رسمي، يعني في وقت يسير فيه الحراك الشعبي باتجاه رفض هذه الانتخابات في ظل هذه الظروف. هناك بعض الأحزاب تتجه إلى تقديم مرشحين خاصة من المعارضة، فيما تبدو أحزاب معارضة أخرى منسجمة إلى حد ما مع الحراك الشعبي في رفضها لهذه الانتخابات. شكرا لك مروان البناس الكاتب والصحفي الجزائري، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية الجزائر.